شوف ركزوا معي جيدا على دايو ماذا فعل. ركزوا جيدا معي دايو ماذا فعل في هذه اللقطة. مرت أمامه دايو مرت أمامه، كان بإمكانه يبعد الخطورة، كان بإمكانه يبعد الكرة. شوف من زاوية أخرى ماذا فعل اللاعب دايو، يعني تسبب في هدف قاتل أمام مازيمبي. لحسن الحظ بركان رجعت في النتيجة، والآن يتسبب في هدف قاتل في اللحظة التي كنا نقترب فيها من نهاية المباراة بفوز النهضة على بركانية. إذا النتيجة متعادلة في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. النتيجة